أؤكد هنا وأسجل في الجلسة دي ان انا ضد روايات العفاريت وال 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 والحاجات اللي انتوا بتقولوها دي. احنا فيلمنا ما فيهوش عفاريت. احنا مش دعايه للعفاريت عامه يعني عامه ما فيلمنا ما فيهوش عفاريت خالص. لا انا ضد انا ضد الحكايات بتاعه العفاريت بشكل عام يعني. انا ضدها اللي حصلت له والله. ده مش معناه ان انا بروجها خالد الحجر اللي بيروجها. اللي حصلت له حكايات في حياته فيها عفاريت يعمل ايه؟ ما احنا ضد. ايوه اصل هاني برده مره عنده حصلت حادثه كده. فاكره قلت لك وكنت انا صغير وسبت باب اوضتي مفتوح كان ولاد الجيران عندنا في مصر قديمه فطلعت خبطت عليا فانا كنت صغير فسبت الكرسي بتاعي قدام المكتب وقمت عشان افتح الباب ودخلت اجيب لها حاجه من الثلاجه. ده مين دي؟ وانا راجع جارتنا وانا راجع ببص على باب هي لقيتها دخلت جوه الشقه وبتقول لي هو مين اللي قاعد؟ فببص على الكرسي بتاعي اللي انا المفروض قاعد بذاكر عليه فلقيت الكرسي بيتهز كده زي ما يكون حد قاعد بيتمزج قوي اللي هو مستنيني يعني انت جاي امتى بقى؟ والله هو دي حكايه حصلت لي وانا صغير وامي ما صدقتنيش برضو بس انا شفتها يعني هعمل ايه؟ وبقيت اتعامل وانا على فكره انا كنت بعيش في نفس الاوضه. بتحصل ظواهر وفي ناس يعني ما حد بيقول انا اتهيأ لي ان شفت حد ماشي قدامي هو ده تهيؤ ولا ده واقع؟ احنا ما نعرفش على حسب انسان بيستقبل ده ازاي. بص انا يعني في حاجات ميتافيزيقيه مالهاش تفسير بس بالزبط. ان احنا نقعد ونقول اصل البيت ده مسكون اصل الشارع ده مسكون لا ده مش لا وانا وانا شخصيتنا خالص عايش في بيت مسكون مش هقدر اعيش طبعا يمكن مصاحبهم يعني ما انت يعني ايه يعني